كما أشرنا سابقا على أن المؤتمر 36 للجمعية المصرية لأمراض الكلى بالتعاون مع الجمعية العالمية، وطرحت مواضيع هامة وجادة يميز هذا العام، وضع المشكلة ووضع الحلول لها. هنا أود الحديث عن المؤتمر أهميته وغايته، ولكن ما يهم هو ما هو الفشل الكلوي. الفشل الكلوي الحاد الأكيد كدني إنجري، هناك أسباب كلوية وما قبل كلوية وبعد كلوية، يعني الإسهالة الحادة الشديدة، التقيؤ المستمر، أيضا قصور القلب، كل هذه الحاجات إذا وصل المريض إلى مرحلة متقدمة ممكن الشفاء التام منه. وكذلك الأمراض الخاصة بأمراض الكلى زي الرينال أرتيريستونوزيس، تضيق الشريان الكلى، وكذلك كبيبة الكلى جلومينفرايتيس، أيضا بوست رينال أبستركتيف يوروباثي بسبب الحصوات بسبب التيومر. وهنا في مصر، في جمهورية مصر العربية، كما ذلك مشكلة لاكعبية وهي مشكلة البلهاريسيسيس، والذي تصيب نسبة كبيرة جدا في مصر. ايضا اذا وصل المريض في مرحله متقدمه ممكن استخراج تلك الحصوات وعلاج البلارسيا والوصول الى الغايه الذي وصل منها. ايضا اهميه هذا المؤتمر انه هنا اعطى الجايد لاينز لعلاجات المضاعفات التي قد تحصل اثناء الغسيل، ومنها انتقال الفيروس، ايضا فيروس سي في جمهوريه مصر العربيه منتشر بكثره. ما هي الحلول؟ ما هي العلاجات اللازمه؟ خاصه تلك العلاجات مكلفه الثمن، وفي اغلبيه الدول العربيه لا توجد توعيه صحيه، لا يوجد تثقيف صحي بين المرضى. ولهذا هذا دور الجمعيه المصريه التي تعتبر الام بالنسبه للجمعيات العربيه، وهي جزء اساسي للجمعية العربية لأمراض وزراعة الكلى. من هنا من خلالكم نود يعني عمل نصائح بسيطة كذا لمرضى الكلى، أنه أولا الابتعاد عن مؤثرات الكلى، عن البرد، عن شرب المشروبات الغازية، الاكثار من المشروبات الغازية وكذلك البقوليات، وخاصة عند المرضى الذين يعانون من حصوات. هنا في هذا المؤتمر ايضا طرحت مشكله مضاعفات ما بعد زراعه الكلى، وكيفيه التخلص من هذه المضاعفات، وما هي الحلول اللازمه سواء عالميا، وما هي الحلول البسيطه التي في يدنا. كان بودي ان لو يكون في نهايه كل جلسه ارسال رسائل مهمه وقيمه، وايضا عمل بروشورات، عمل توعيه صحيه للناس العاديين، للناس البسطاء. صح هذا المؤتمر علمي يجمع نخبه من اساتذه طب القصر العيني وطب جامعه القاهره ومن الدول العربيه كثير، من السعوديه ومن الاردن ومن لبنان ومن السودان ومن امريكا ومن دول اوروبيه كثيره جدا. هذا الاختلاط العلمي، ان العلم يجمع من العلم يجمعنا في سبيل عمل شيء جيد للمرضى بشكل عام. ومن خلال هذا المؤتمر ايضا ستكون هناك توصيات بالمشاكل وحلولها في هذه المرحله العصيبه، وخاصه ماذا يمكن تقدمه الجمعيه المصريه والجمعيه العربيه لبعض الدول التي تعاني من مشاكل الحروب داخلها. هناك شريحه كبيره جدا من المرضى سواء زارع الكلى والمرضى الفشلاء والذين لا تصل اليهم الاحتياجات اللازمه بسبب الحروب التي فرضت على هذه الاوطان، ومن خلالهم ومن خلالكم نحن نطالب الجمعيه المصريه والجمعيه العربيه والجمعيات العربيه الاخرى بالوقوف امام اخوانهم في البلدان التي فيها حروب لإنقاذ حياة الكثيرين من المرضى، ويصدر نشرة صحية وتوعية صحية بأسباب الفشل الكلوي الحاد للأكيوت كيدني إنجري والكرونيك رينال ديزيز.